سيقول كنت أصلي العشاء وكنت ساجدا فهممت بالجلوس للتشهد ولم تكد رأسي تفارق الأرض فشككت أني لم أسبح فوضعت رأسي مجددا ثم سبحت. هل تبطل صلاتي لأني انتقلت من ركن إلى واجب؟ نقول إن كانت رأسك لم تفارق الأرض مجرد محاولة هم فقط، هممت بالجلوس ولم ترفع رأسك بالكلية فصلاتك صحيحة، وهذا من اليسير المعفو عنه. أما إذا كنت قد رفعت رأسك بالفعل ثم عدت إلى السجود يبقى أنت زدت شيء في الصلاة ليس من جنسها، فهذا مما يبطل الصلاة إن كان عمدا، ويعفى عنه إن كان عن نسيان أو جهالة. ابن قدامة في المغني يقول من نسي تسبيح الركوع وذكره بعد الرفع منه فعاد إلى الركوع ليسبح فلو عاد إليه زاد ركوعا في الصلاة غير مشروع، فإن فعله عمدا بطلت صلاته كما لو زاده لغير عذر، وإن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة كما لو ظن أنه لم يركع أو يسجد للسهو.